خلونا دلوقتي نروح مع حضراتكم للميا تقولينا أخبار العملات وأسعار الذهب والعملات. تفضلي يا لميا. شكرا هدير. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. نبدأ بالدولار الأمريكي، سعر البيع فيه 24.22 والشراء 24.12. اليورو سعر البيع فيه 24.9 والشراء 23.98. جنيه استرليني سعر البيع فيه 27.99 والشراء 27.86. فرنك سويسري سعر البيع فيه 24.40 والشراء 24.29. اليوان الصيني سعر البيع فيه 3.33 والشراء 3.32. ريال سعودي سعر البيع فيه 6.44 والشراء 6.41. دينار كويتي سعر البيع فيه 78.24 والشراء 77.89. وأخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع فيه 6.59 والشراء 6.56. دلوقتي نروح نتابع أسعار الذهب النهاردة. عيار 18 سعر السوق النهاردة 1035 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر السوق النهاردة 1207 للجرام، وعيار 24 1379 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب 9656 جنيه. دلوقتي نرجع مرة تانية لشاذلي وهدير نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا نمر.